السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، مرحبا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا المطبخ الحضرمي والشيف الحضرمي أبو عبد الله. حياك الله يا مرحبا وسهلا. الله يحييك. حياكم. اليوم شغلة، اليوم معنا كبسة بالخم. ها، من؟ كبسة بالخم. أول مرة نسمعها. لا لا، المشاهدين الكرام اضغطوا علينا، قالوا ضروري اصلح كبسه بالخم، ضروري يبغى انا كبسه بالخم. يعني نعم، بناء على رغبتهم، بناء على رغبتهم. وانت قد بديت سويتها؟ الا الا صلحناها. ما شاء الله تبارك الله، هذه طبخه شعبيه يعني، ومنك نستفيد. نعم، لان اول مره انا بسمع كبسه بالخم، كبسه بالصيد، كبسه بالدجاج، باللحم، كبسه بالدجاج. نعم نعم، لكن بالخم؟ لا لا نعم، قال في كبسه قالوا بالخم ممكن تصلحها، قلنا مرحبا على الراحه والسعه. ان شاء الله اللي يرضين حيرضيكم يعني. على بركة الله، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل بتقع كبسة بالسامبوسة؟ والله هذا سأل الحلواني صبري بقايا. قل له هل بتقع؟ هذا السؤال ويه هو خلف الكواليس طبعا. أنا أحييه. أولا قلنا الزيت، زيت لحد الآن معلقتين، ثلاث معالق كبيرة. طيب، ومن زيت؟ هذا زيت أبو عقيل. أبو عقيل صافي نقي. نعم، نخليه يقلي كذا. أيوة، يستوي. أيوة، ونحط البصل. كم عروق بصل معانا؟ البصل حدود ثلاثة عروق بصل. نعم، حي متوسط. حلو، نخليه على شكل سلايس. مين؟ نخليه على شكل سلايس كذا كبير، مشان ما معنا التقطيع. التقطيع ما مقطع، صغير على شكل سلايس. طبعا كبسة بالخم كما اي كبسة، هل شيء بيختلف فيها؟ نعم، بيختلف فيها الرفع للخم. لان انا بكبس الرز فوق الخم بيضيع علي الخم. بس بديل الخم يكون من تحت، انا ارفعه لفوق مشان يكون الغرب حقه سهل. ولا هو كله. نعم، طيب ايش المكونات حق الطبخه؟ المكونات حق الطبخه 3 عروق بصل. حلو، 3 هذه حتل ثوم. حتل ثوم، ايوه، 3 منهم. ايوه، هذا الهيل. الهيل مسحوق. مسحوق. بسباس. بسباس احمر مسحوق. كمون. ايوه، كزبره مجففه. أيوة. شبرم. قرنفل. ايوه، قرفه. قرفه مسحوق. ايوه، فلفل اسود، فلفل احمر. حلو، بالاضافه الى الخم زايد الملح والطماطم. والطماطم الصلصه. الطماطمتين. ها، ايوه، في صلصه وفيه حبوب. حبوب يعني باللبناني بندوره. من باللبناني بندوره. وبالتريمي. بالتريمي بقوطه. يا الله يا مين. انت خليك مكانك. نعم، انا هذا شغلي. تحلي ثوم، تحلي ثوم لو سمحت. رغبتك الا تجلس فوق كرسي ابو علي بس وانت تومر، لك الضروره احكام. لا لا لا، نعم، احنا جينا هنا نتوله. نعم نعم، صحيح. معلمي. معلمه قليله مشان تمشي في. طيب لو حطينا له بدل الماء مثلا زيت بيجيبه؟ ما بيقع الخبر ده اصلا، زيت اكو اصلا كميه محدده هنا معي. طيب لو تطلع الطبخه كلها زيت، لو نقصت هناك الزيت وعوضته هنا. لا لا، ماشي كما شيء، الزيت هنا ضروري يتحمس. لكن هل يا الطبخه جوا كلها بتطلع محمله بالدسم. ايوه، بالزيود، ولا الطبخه بتحصلها ناشف. انا قلت لك لو هناك طرحت معلقه ونص وهنا معلقه ونص، ما بقى على الخبر. هل بينطحن؟ سائل هنا، هل بينطحن ولا بيطحس؟ هو بيطحس وبيصلح الحم مشاكل، لكن كل شيء له شيء. المحضار قال كل باب يفتح وقليده. نعم. بوته كامل ولا ناعم؟ يعني خلو ناعم، خلو ناعم، ممكن تزيد له معاد قليل. حلو، فكرة حلوة أبو علي، أنت بالقميص حقك بس.
ممكن نحط معلقتين ثوم. قول معلقتين. معلقتين هيل. هيل. معلقتين حق شاهي هيل. حق شاهي. مشان يساعدنا يطلع الريحة في البصل. ما شاء الله. حق الشاهي كل مقاييسنا بحق الشاهي. أيوة. نبى فك الطماطم. فك الطماطم. بدأ فك الطماطم نعم. يهزها. طماطم الروافد. الروافد. اللي قلت لي. أوه صراحة طماطم حمراء. ولا شيء فيها حموضة كثير. نعم. باهي حلوة شمقة. من؟ باهي حلوة شمقة. شمطج. باهي حلوة أقولك. وافق كلمة. شمقة. من؟ طماطم الروافد. الروافد لا بهية وحلقة وشمقة. طماطم الروافد. أيوة. لا مثيل لها. ناس شفت حاية في الطماطم زينة. كاتبوا. بعض الطماطم يوم أول ما تقلب عليها. تعطي نقص. أيوة. فيها نقص. نعم. هذا الوزن حقها مش معبسة. والنوعية. والنوعية. لكن دي ما شاء الله. هذه تحصلها حط لها طماطم وبعدين ضغطها. بدي انت اللي قلت شيء طماطم ضغطت هذا كول يعني لا لا انت علمتها لا 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 ما علمت شيء انا ما اشتغل في المعلبات ممكن تجيب لي الثوم مرحبا الثوم جاهز تسلم يا ابو علي تسلم الله يسلمك الآن أضع البندورة هذه الطماطم كبرنا الطماطم لبنانية الطماطم 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 حركاتة كبرنا خل واحد يعبر عن شعوري يا أبو علي الوقت ما تعبير شعور عبر عبر عن شعورك أعطي الهواء حقه وإيش بيصعب عليك أنا تواود الكلام أنا البندورة الحمراء أيوة مزروعة بين الخضرة أيوة أنا البندورة الحمراء مزروعة بين الخضرة نسيت بسباس بسباس عروض بسباس بجيبنا لك هذا هو البسباس الأخضر. السلام يا أبو علي السلام. كم عروق سوين؟ صلحنا خمسة. خمسة عروق خمسة بسباس عروق. أخضر. أخضر. هذا مشان الطعم والريحة. أيوة. خلي الطماطم الآن تموت. قام أبو عبد الله في تمام الساعة المندري كم بإضافة ثلاثة خمسة عروق بسباس أخضر وقام برميها في القدر. مما أدى إلى انفجار شديد. والجدير بالذكر ان ابو عبد الله يحب البسابيس يا سلام يا سلام ايش معنى الجدير بالذكر الجدير بالذكر معناته الجدير بالذكر يعني كيف يعني الجدير يعني الجدير بالذكر ان ابو عبد الله يحب البسابيس يا اما انه منشان يفتح شهيه اللي ياكل طبخته او انه ربعته باكستانيه الجدير بالذكر هذا تاكيد على الخبر هيا كنك تاكيد على الخبر هيا كنك اللي يدير بالذكر ما شاء الله تبارك الله استاذك استاذك يا ابو علي استاذك صبرني ممكن حط البسباس الاحمر البسباس الاحمر المنقع ايوه الشحر هذا على قولهم الشحر معلقتين ابو علي ايوه معلقتين بسباس ابدا في الحوايات من ابدا في الحوايات الكمون هذا الكمون معلقه ابو علي معلقه كمون صغير حق شاهي كزبره
كذا ولا هو شبرم؟ شبرم. أيوة. معلقة حق شاهي. معلقة حق شاهي. وهذا قرفة. القرفة مطحون مسحوق. ما زيد فيها لأنها تسود بالاسمه. تسود بالأكل قليل حاجة بسيطة بس. أيوة. أي. وبسباس برضه. أسود. نص معلقة. بسباس. نعم. أيوة. فلفل أسود. فلفل أسود وفلفل أحمر. والفلفل الأحمر. وانت عند رغبتك لو بغيتها قليل كذا فيها ايوه زيت ما بغيتها خليها ممكن تخلص لها حكه الفلفل الاحمر المسحوق ممكن نحط الملح لكن هو كود المالح الملح الخم مالح ايوه كود المالح حاول تتفاداه وهذا ملاحظه نعم طماطم صلصه صلصه علبه صغيره لحد علبتين 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 طيب نعم البتين بالوفاء والتمام لان بطبختي قريب كذا تطلع محمرة شبيه الصياديه نعم نعم العلبه الثانيه والعلبه الثانيه وقليل رشه ما يبغى لي من رشه ما تسلم تسلم ابو علي تسلم فوقه يعني لا لا ولا انت بغيته لا ادري انا بغيته تسلم هذا انتهى دوره خلاص انتهى دوره على بركه الله طبخة سهلة في نفس الوقت يعني مفيدة بقول لك بخير هي مفيدة مفيدة الحمد لله سرك حال ما عاد تسرح مثلت في الدار دارك من؟ مثلت في الدار دارك معك خرينا مرة نص ولا ريض يا شباب ريض 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 نحن اللي نتولى ما بقى حد يحتاج علينا ما حد بيحتاج وش انت؟ اوه تمام ما شاء الله تبارك الله طيب هذا الصوص الان بدا يستوي شوف من؟ الصوص الان بدا يستوي يقول لك نعم التكشونه التكشونه طيب نحن قمنا باعداد هذا الشيء وذكرنا المقادير نعم هذا حق كم الكميه رز؟ هذا يا حبيبي لسبعه نفر للكميه اللي معنا هنا نعم اللي قمنا بتخميرها اللي قمنا بتخميرها هذا حدود 3 كيلو رز 3 كيلو ولا 3 قصاع لا اله الا الله محمد رسول الله كيلو رز كيلو رز 3 علب حق فاصوليا ايوه 3 قصاع حق فاصوليا يعني كيلو رز ايوه ولتر ونص ماء والماء ولا نخليه هكذا يعني مفتوح مفتوح لانه بينشخل نعم. لكن لو بغيتها تنكبس تنكبس كذا كل شيء ينطرح فيها لتر ونص ماء لكن انا خليتها مفتوح ايوه ايوه زين نعم مشان ايوه حق يتم لانه نوع الرز احيانا خليك شيء رز يقبل الماء لا لا ما شاء الله وفي رز ما يقبل رز ما يقبل لكن ما شاء الله تبارك الله رز حق المسلم الصراحه لا مثيل له رز الاسره نعم تجيب السمك المجفف هذا الخم الخم شوفوا هذا الخم شوفوا اشتمناه طري ما شاء الله ما في املح كنا مشان طبختنا بعدين ما طلع مالح قليل ايوه ايوه طبعا فورته فورناه نعم ونزلنا الشوايب منه ونزلنا ايوه بغيتنا نشخل الرز قول لي بس ممكن تشخل يا ابو علي نعم على ما يستوي الخم ايوه صغر النار تحت مشخول وجاهز خلاص شوف نحول ذا هنا وذا هنا ايوه مشان هذا يستوي على نار هذه نعم ممكن تجيب رز يا ابو علي ممكن ليش لا طبعا هل المملوح ولا بعدين ولا كيف لا المملوح مملوح ملحته مع الغليان ذاك الساعه ملحته ايوه تسلم الله يسلمك تسلم الله يسلمك
الان شوف باله حدود 10 دقائق الرز والتكشونة. التكشونة جاهزة الرز بس. طيب نقوده كده يا ابو عبد الله بدل ما ننتظره المشاهدين ينتظرونه. فيان شاهي والي. فيان شاهي. فيان شاهي منه البخاري حقك ذا. بس قبل لحظة بنشرب شاهي. نعم. بنخري فاصل نبقى نواصل. أعزائي المشاهدين بعد الفاصل عدنا إليكم من جديد. وش أنت؟ تمام ما شاء الله تبارك الله كل شيء جاهز. بتشخل الرز. أشخل الرز نعم. وش الشاهي؟ ما شاء الله تبارك الله صلبه. شاهي الصراحة يدق القلب دق. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. طبعا رز الأسرة. رز الأسرة. لا مثيل له. ما شاء الله. ممكن صحن أبو علي قريب؟ ممكن. يعني نرفع ال. مرحبا. هذا الخام بعدين برفع نص التحميسة من تحت والخام من فوق بدي. أيوة. مشان ما يروح عليه الخام. أيوة. حافظ على الرونق حقه لأنه بيتفتفت. بيتفتفت يا سلام يا سلام. بقول لك بخير وبيتفتفت. ما شاء الله يسرك عين. يسرك حاله بعدين. آخر مرة متى شفته؟ قبل ما يتفتفت صح؟ والله قبل ما يتفتفت نعم. يتفتفت ما شفته. كبسة الخام. الشريعة الإسلامية وخمري بعض. ما شاء الله في حضرمتون هذا صراحة ابداع عجيب. هذه الحلقات هذه ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله قعد صانة 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 صوص قوي عاد. تسلم يا بني تسلم. هذا النص بحطه كذا. ايوه الرز ما شاء الله تبارك الله. ايوه يبان الكتاب قالوا من عنوانه. نعم. هذا ما ابغى انا هذا خلاص. قليل حط له زيت يا ابو علي. انا من هو الرز قليل بحط له زيت. والسبب في ذلك مشان الرز يعطينا لمعان اكثر. وبرقه وما ينقلب حاف. ايوه اضافه الى الكهره حق الى الكهره حق اللي. ايوه خليه الان تحت نار هذه يا ابو علي. قالوا تحت نار هذه يعني فترة 8 دقائق كذا. 8 دقائق شاهي بينقلب أيدين. يا سلام يا سلام شاهي صراحة روعة. هاتي أبو علي من طيبة على ما يمضي الرز. الرز ممكن نسألك سؤال؟ تفضل. ليش ممسكت الشاهي بمسكته الصحيح؟ صح صح وهذه ملاحظة حلوة لأنه بيخمق عينه. نعم بس أنا يدي هذه فيها زيت تضحز من الرأس حق المعلقة. نعم. حبيت حبه كذا. أيوة ولو لقينا لليد حق المسمع لقينا له دقيق أو بودر حيتغير الشكل حق الرونق بيتغير عشان يضحك. نعم. طيب انا عندك فكره. الشاهي لما تشربه كله عندنا في حضرموت يقول ذا هور هي كنا لكنك ضروري خله خل قليل حق
حق الفن يقول حق السكن لا لا حق الفن خل عليك على هكذا شوفه لكن الجرم تقول له يقول لك هذا هور هذا معلومة نعم معلومة تقول اليوم تخرج حضرمات ولا شيء يقدموا له شاهد شرابه كله لا خل قليل بس زي كذا الآن طبختنا جاهزة يا أبو علي ممكن تجيب الصحون على بركة الله على بركة الله يا أبو زين أهرز ده حق اللخم كبسة اللخم كبسة اللخم تجدونها في المطبخ الحضرمي كبسة اللحم تابعوها على اليوتيوب على قناتنا حضرموت عيبنا كبسة اللخم عيبنا هذاك البرنامج يا وامشي حق حضرمتون حق لما فكيت حق الباخمري ايوه هذاك الصراحة نضحك مرة يعني باخمري بعوض بعدين هذاك التريمي اللي حوالك اسمع يا جبناه قال بيدخل بطون الخالق ذا يوم بسيط جنبه قام دول لك على فخرة من يا أقا باخمري ايوه صراحة هذاك تمام يعني. كبسة اللخم عليكم بالواتساب والفيسبوك ما شاء الله يعني الآن الكل بيستغرب يقول كبسة اللخم أول مرة نشوف لا هذا بناء على رغبة المشاهدين نعم احنا ما صلحنا إلا بناء على رغبة المشاهدين الرز مفكك مفرفر مفرفر خدي ياخذ بس عشان شيء يحمر ان شاء الله انها لكبسه بسيطه وسهله ومفيده والناس الهضمي والناس أذواق مفيدة للجهاز الهضمي ولا أعصاب كبسة اللخم لا تشربها قبل السحور لا تأكلها لا من الأشياء النشوية لأجل ما تلهف عشان ما تلهف أيوة إنها تطلب من نعم كبسة اللخم تحتوي على الأملاح المعدنية أيوة والبروتينات والبروتين والنشويات ما شاء الله معلقة وعلي ما شاء الله هذه طبختنا اليوم ممكن فاين قليل ممكن أول ليلة نشيله أيوة ودير فاين لبوية طبختنا ما شاء الله كبسة الخم على الكندريشن لا مسمون دكريشن صراحة سدد من عندكم بعض كلمات أنت أصلك مدرس يا أبو علي أصلك أنت مدرس لا نابغة ما أنا مدرس هذه طبختنا طبختنا صراحة يعني بدوقها حلالك يا أبو علي جهنا على قلبك يا أبو علي كان اللي بيسوي كماها يتأكد إن دقتها بالنيابة عنهم. نعم. شاء الله شفت اللخم كيله. ناصع البياض. يكلمك. ما شاء الله تبارك. ما شاء الله تبارك الله. والهنا العافية ما شاء الله. يتأكد أول ماشي طماطم. عيني باردة عليك. ليش أنت ما تحب الطماطم بعلي؟ طماطم الحبوب لا. الحبوب ما تحبها سبحان الله. نعم بسم الله الرحمن. ما شاء الله تبارك الله. تسلم عليك تسلم. ايش حراره مالك مدريم يا مالي مالك مدريم عليك مالك مدريم اذا ما فهمت الكلام تفهم الاجابه لا يعني تمام يعني تمام ما شاء الله بالهنا والعافيه ما شاء الله تبارك الله اعزائي المشاهدين هذه كبسه اللخم الذي ابتكرها الشيف ابو عبد الله في المطبخ الحضرمي ما ابتكرها اصبر لحظه ما ابتكرها هي اصلا كذا طبخه معروفه ها لان بالنسبه لي اعتبرك ابتكرتها لان ما بديت سمعت ولا بصدق لو حد قال لانه شيء من المخيلات
طبعا كبسه لحم، كبسه لحم، من اراد ان يصدق يصدق، ومن اراد ان لا يصدق لا يصدق، موجوده لازم يصدق. كبسه لحم مع المطبخ الحضرمي على قناه حضرموت، ومن اراد ان يطلع اكثر على هذه الكبسه عليها أن يدخل في موقعنا على اليوتيوب وصفحتنا في الفيسبوك. إذن أعزائي المشاهدين، بهذه الفقرة انتهينا من حلقتنا من المطبخ الحضرمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.